كينجو؟ كنت عارفان أنك ما رح تتركني. أنا ما أجيت لطل مرافقك وضل معك بابا، أنا أجيت بس لأنه عندي فضول لشوفك كيف رح تدافع عن حالك. أجيت لأنه بدي أسمع شو رح تقلي وأنت عم تطلع جوات عيوني. ليك يا ابني، أنا بعرف أنك أنت زعلان مني بس زعل شو بابا؟ ليك الزعل قدام الشي اللي أنا عم حس فيه هو ولا شي. كيف عملت هيك فيني وبساركان؟ كيف إجا من قلبك تخدعنا كل هالسنين وأنت عم تطلع بعيوننا؟ لأنه ردة فعلك هي اللي كنت خائف منها يا ابني. خفت أنك ما تنظر لي كابن لأبوه، وخفت تكون نظرتك مثل حدا غريب. بكل الأحوال بابا اللي أنت خفت منه صار. خلص تغيرت نظرتي لك من بعد هلأ. أنا ما عاد كن لك أي احترام أبداً. اسمع لك، اوعك تحكي شغلات تندم عليها بعدين. ها كيف بدي أقدر نادي لك أبي بعد هلأ؟ كيف بدي أقدر صدق أي شي بتقلي يا كيف؟ جينجو اسمعني. نادر انت منيح؟ ليش ما اتصلتوا فيني؟ لو ما سكرتيرتك قالت لي كيف بدي اعرف؟ نادر قلي شو صاير معك؟ كيف صار هالحادث؟ الحمد لله ما فيني شيء. ايمت رح تطلع من المشفى؟ وقت تطلع رح اخذك لعندي مشان اهتم فيك. قلي كيف صار معك هالحادث؟ ما صار معي شيء. بابا ما صار معه حادث يا ست بيلول. طيب لكان شو صار معه؟ انضرب سكين. وعمتي شوليا هي اللي ضربت أبي. أنت كنت رح تروح ضحية الحب بابا. شو؟ شلون صار؟ فهمني. هاد مو كل شي. أبي وعمتي شوليا رح يتزوجوا. شو؟ صحيح اللي سمعته؟ بيلول اسمعي لقلك. عم اسأل حالي كيف رح تنفد حالك بشي كذبة هلأ بابا. جينجو نادر احكي، صحيح الكلام اللي قاله ابنك؟ ايه بيلول صحيح. شو؟ عأساس اللي بيناتكن خلص وانتهى؟ بيلول اسمعيني، أنا بعتذر بس أنا لازم أعمل هيك. شو يعني لازم تعمل هيك نادر؟ ها؟ شو كنا عم نلعب نحنا؟ بعدين ايمت كنت رح تخبرني بهالشي؟ ها؟ لأيمت كنت رح تضل تلعب فيني؟ بيلول لا، وأنا أجيت لهون ركض بدي أخدك لعندي لأهتم فيك. بيلول عن جد أنا آسف، ما كنت حابب انك تعرفي بهاي الطريقة. بعدين مو مثل ما انت مفكرة، انا وشوليا ما منتفق. لا ما عم بقدر صدق كل هالشي. انا ماني مستوعبة هالمرة شو قوية لجبرتك تعمل هيك. انا متأكدة انه في شي صاير، ما عم صدق. لا والله ما في شي تاني صاير، لانه كنت خبرتك بدون ما اكل هم. شوليا ما لها علاقة بهالشي ابدا، القرار قراري وأنا كنت لازم أخده. قرر شو ما بدك بس ما رح تقدر تخليني صدق إنه هيك فجأة بدك تتزوجها، وخاصة بعد ما ضربتك. أنا متأكدة في شي غريب.
نعم حضرة المحامية. مرحبا شوليا خانو، إن شاء الله ما أكون زعجتك. خير شو صاير؟ صار شوية تطورات بقضية الست شيرمين. اتصلت فيكي لخبرك إنه الجلسة تأجلت. ليش؟ شو صاير؟ القاضي غير نتيجة الحكم، لهيك أجلها لوقت تاني. إيه فهمت، أصلاً أنا كنت نسيانتها كلها. شكراً كتير إلك لأنك خبرتيني. أنت شكراً إلك، إذا صار شي جديد أنا برجع بخبرك. تمام، بانتظارك. أختي صادقة، نحن هون عم نشتغل ونحضر أكل بس بدون أي فايدة. ليش هيك عم تحكي جولين؟ لأنه ما حدا منهم عم يحس بتعبنا، وكله عم يروح على الفاضي. شايفتلك بهالبيت كل واحد عايش لحاله، حتى أكل ما عم ياكله. جولين حبيبتي، نحن شغلتنا بهذا البيت حط أكل ونشيل أكل ونظبط أمور المطبخ. حبيبتي نحن ما لنا علاقة بلا ما نسمع لنا شي كلمة. والله أنت معك حق بهالحكي، لأن أنا ما خرج أكل بهذا الأبدا. ها معناتها خلينا نجهز الأكل. أساساً ما حدا قاله نفسي أكل، حتى مينة بما أني ذكرتها رح جهز لها أكل، بركي بتاكل الأمتين. البنت حاسة حالة وحيدة يا حرم. كنت مفكر إنه نحن واثقين ببعضنا كل هالسنين. إيه نحن هيك يا ابني، أنا بكل هالسنين كنت مفكر إنه رح نتجاوز كل شي مع بعض، على أساس الدنيا بكفي ونحن بكفي. يا أمي ما كنت متصور إنه يجي يوم وأعرف إنه الشخص يلي مفكره أبي كل هالسنين يطلع مو أبي. تعرف شو اكتشفت كمان؟ إنه حتى أمي اللي بعرفها كأنه مو هي أمي. لا ساركان، ليك ما تحكي هيك معي لأنه بتحرق لي قلبي. شوفي أمي، إذا عن جد بدك تتزوجي هداك الزلمة، إذا كتير أنت مصرة على هالشي فروحي تزوجي من هلأ ورايح. ما عاد يهمني شو بتعملي ولا رح أتدخل، بس ما تتوقعي مني إني أقول لهداك الزلمة أبي أبدا. حتى أنا يمكن ما عاد نادي لك أمي. ابني بس ايه بيلول، جيت لهون مشان احكي معك شوليا. شو بدك تحكي معي؟ شو عملتي لنادر يا شوليا؟ انا ما بعرف شو سمعتي، بس اللي صار كان حادث. أنا ماني جاي أسألك ليش ضربتي حبيبك الأول، وكأنه مشهد من شي فيلم. قال رح تتزوجوا، ها؟ جاي أسألك كيف قدرتي تغيري له عقله لنادر بعد ما كان بده يتزوجني إلي؟ من عقلك جاي عم تسأليني إلي؟ روحي اسألي نادر. لا تغابي علي يا شوليا، بدك تقولي لي كيف جبرتي على هذا الزواج؟ بصراحة أنا ما جبرت حدا على شي، هو لحاله غير رأيه وقرر أنه يتزوجني. ليكي شوليا، لا تضحكي على حالك، أنا بعرفك منيح وبعرف نادر أنه مستحيل يغير رأيه بهاي السهولة. يعني بشو هددتي وغيرتي له رأيه؟ وإلا شو؟ وإلا أنا رح أعرف لحالي وأكشف شو مخبيين علي أنتوا الاثنين. يلا روحي وعرفي، ولا تستني ولا دقيقة بيلول. وأنا لو كنت محلك كنت سألت كل هاي الأسئلة لنادر مو لحدا تاني. وهلأ تفضلي اطلعي من بيتي. يلا رد علي يا ساركان، رد. أنتي دمرتي كل شيء يا جيرين، كل شيء. هذا مو صوت إنذار الحريق؟ رح روح أتأكد. خير إن شاء الله مو صاير شيء بالعيادة. ما في شيء. لا معقول ما انتبهت لها شو عملت؟ رد علي يا ساركان، رد، لا تجنني.
شوفي شوفي شو صاير؟ ليش عم تدقي لي؟ ليش ما عم بترد على تليفونك؟ شوف كم مرة اتصلت. شو بدك؟ أنا هون عم بتدمر. وانت ما عم بترد على اتصالاتي؟ انت عندك علم مرتك شو عملت فيي؟ اتدمر شغلي كله واكيد رح يقلعوني. شو بدي اعمل هلا؟ شو اعمل؟ مو على اساس قلتي انك بتحاربي العالم كله كرمالي وانك مستعده لاي شيء؟ شو صار هلا؟ ليش زعلانه هلا؟ هي ردة فعلك على الحاله اللي انا فيها؟ يعني شو متوقع مني ردة فعل بعد تهديداتك وكلامك لي امبارح؟ لا بقى تتصلي فيني وسكري. استنى استنى لحظه لا تسكر. المشكله هي مو مشكله الصور وبس، لأنه جيرين مرتك ممكن تكون أخذت الملف اللي فيه التسجيل الصوتي. ليلى شو عم تقولي؟ أنا حاطة سجلات المرضى وهذا الملف كلهم مع بعض على اللابتوب. أنت مستوعبة شو عم تقولي؟ بتعرفي شو معنات هذا الحكي؟ شو رح تعمل هلا؟ شي مهم مثل هاد بتحطيه بين سجلات المرضى، ليش تركتيه على اللابتوب؟ وين بتحب احتفظ فيهم لكان؟ الله يسامحك يا ليلى، الله يسامحك. لا تهك الهم، أنا عاملة حماية للملف، لو وصلت له ما بتقدر تفتحه. أعطيني كلمة المرور بسرعة. يلا أعطيني إياها. وليش هي من وين عرفت؟ عرفت من محل ما عرفت، المهم إنك اكتشفت هالشي. أمي أنا بترجاكي بترجاكي إنك تحكي لي. بعرف إنه صار كان ما سافر على أمريكا. مينة؟ مينة هي بنتها لليلى؟ لا من وين جايبي هذا الحكي؟ لا تكذبي، عيونك عم يحكوا شي ولسانك عم يحكي شي تاني. كلكن عم تكذبوا علي. بعرف. جيري ما في هيك شي أبدا. بكفي من شان الله، أنا رح أعرف الحقيقة لو شو ما صار، مهما كلفني الأمر رح أعرف الحقيقة. عم تفهمي؟ شو اللي عم تحاول تعمله هاي البنت من وقت اللي إجت لهون؟ بدها تكشفنا واحد ورا الثاني؟ ماما؟ ليكي هي أنا وياكي، حلوة مو هيك؟ كتير حلوة. ماما بدي أقول لك شغلة بس ما تعصبي علي ماشي؟ قولي. معلش اليوم تنامي جنبي؟ شو يا خانم؟ عندك ضيفة برا. مين؟ بيلول خانم. We'll be right back.
الحقيقة ممكن تكون موجودة هون. يا الله دخيلك بده كلمة سر. هاد كيف بدي افتحه؟ صار كان شو عم تقول هالمرة؟ بكرة بتشوفي وما رح تقدروا تنكروا بنوب لأنه هي هي الحقيقة. مينا بتكون بنتي. أنا ما عم أقدر إنه صدق كل هالمسخرة. أنت ليش ساكت ساركان؟ احكي شي. إيه حبيبتي، كلامه مزبوط. مينا بنتها. أمي شو عم تحكي أنت؟ مينا بنت مين لك؟ أمي أنتي متأكدة؟ مينة عن جد بتكون بنتها لليلى؟ إيه والله يا حبيبتي هي بنتها. بنتها؟ طيب طيب أنا أجيت وسألتك مو هيك؟ أجيت وسألتك وقلت لك أمي اطلعي فيني وجاوبيني بصراحة، ولو لمرة واحدة بس سألتك إذا مينة بتكون بنتها لليلى بتتذكري؟ بتتذكري شو قلتي لي؟ نكرتي هاي القصة كلها، وهلأ عم تقليلي إنه ليلى أمها لمينة. كنتي عم تستغبيني وتضحكي علي كل هذا الوقت؟ كنت مضطرة أخبي عليكم. بعدين حتى لو كانت أمها فهي ما بتستحق، لأنه الأم هي اللي بتربي ومينة بتضل بنتك أنتي. سمعتي شو قالت؟ حتى الست شوليا ما نكرت إنها بتكون بنتي. هلأ لتذكرتي إنه عندك بنت؟ لحتى أنتي إجيتي لعندي وحكيتي لي كل شي وقلتي لي إنه مينا معنا بنتك الحقيقية. نعم؟ كنت مفكرة إني خسرتها وقت ولدتها، لأنه كانت الست شوليا عم تخدعني. خبريها لمرت ابنك كيف بعدتي ساركان وبنتي عني بأفكارك وألعابك الوسخة. كل عمرك ما بدك يعني ضل مع ساركان. شايفتيني ما بستاهله لابنك؟ لأنك كنتي عم تستغلي وبتعرفي إنه هو مريض، مع هيك كنتي عم تستغلي. غلطانة، كنا منحب بعض أنا وياه، بس أنتي ما قدرتي تتقبلي الفكرة. سنين وأنا عم ببكي لأنه كنت مفكرة إنه بنتي الوحيدة ماتت. انتي اخذتي طفله من امها، بس خلص هلا تغير كل شيء، وانا هلا جايه لاخذ بنتي. بكفي يا ليلى، خلص. قولي شو ما بدك، ما عاد فيكي تبعديني عن بنتي. ليلى، ما عاد في شيء بخوفني ساركان، ولا شيء. اسمعوني منيح، أنا رح أعطيكم وقت لحتى تفكروا منيح، بس أنا راجعة أكيد لحتى آخذ بنتي. فيفضل إنكم تتقبلوا هالوضع. شو لسه بدك مني ساركان؟ هاي ليلى أم لمينة، ليش لنضل متزوجين؟ أنت شو دخلك باللي صار يا جيرين؟ آه؟ ساركان تدمر على الآخر وقت اللي اختفت أخته، وهديك الخبيثة لقت فرصة لتفوت بيناتنا مثل الحية. هي عم تستغل ضعف ساركان
مفكرة انه تعمل قصة ميناء حجة من شان تنضم للعيلة، بس الحمد لله انه انتبهنا لها، وكمان خلينا ميناء بعيدة عنا. كان بدك ام لميناء مو هيك؟ وما لقيتي غيري فزوجتينا. يا عيب الشوم، بس عن جد يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليكم. هاي المرة اجت وعملت مشكلة فجأة وراحت. ساركان انت منيح؟ لك انا اجيت لهون لحتى نحكي كلمتين بس ما صح لنا. فشوف ساركان، رغم كل شيء والمشاكل كلها، بدي اقول لك ما بصير نضل مختلفين. خلينا نحل كل مشاكلنا كأب وابنه. مين قال لك انه انا بدي دعمك اصلا؟ بعد كل اللي صار معك المفروض تكون اكثر واحد فهمان علي قصدي. ولا تنسى انك خبيت البنت عن امها. شو دخل هي بهي؟ معلش لا تفوت الامور ببعضها. اصحك، وضعي ما بتقارن مع وضعك. ساركان،